انا فين؟ ما تقلقش يا سيبي، انت في امان. عايز رودي، ابعت هات لي رودي يا امير. منور يا سيف بي. اتأخرت أوي، رودي هانم مستنياك من بدري. انت عارفة انا اعرفك من امتى يا رودي؟ من أيام ما كنت قد فيروز بنتي. اللي سيف بيه قتلها. هعرفك، هعرف أمك، وهعرف أبوكي كويس أوي. عشان كده ما استغربتش لما عرفت ان سيف كان ورا قرار انه يقتل طفلة. طفلة ملهاش اي ذنب في اي حاجة غير انها كانت بنتي. عارفة ما استغربتش ليه؟ لأن سيف عمره ما كان أب أصلا. واضح إن في حاجات كتير أنت مش حكيها يا سيف بيه. كويس، أظن بقى إن ده أنسب وقت إننا نتكلم ونفتح كل المواضيع. تحبي تسمعي الحدوتة من أونكل نوح ولا من أونكل سيف؟ دي بنتي، أنا عمري ما حسيتش غير إنك بنتي وبس. أنا بقولك الكلام ده وأنا مش عارف إذا كنت هبقى عايش ولا ميت، بس في النهاية هيبقى الكلام ذكرى، ذكرى جميلة في ودنك. ذكرى من أبوك يا حبيبك اللي بيحبك أوي. أنا أصريت أكتب كتابي على أمك الله يرحمها في المستشفى قبل ما تتولدي بساعة، لأن الراجل المفروض يكون أبوكي ما كتبش عليها، فكنت لازم أكون أنا الراجل اللي يشيل كل حاجة
وربنا كرمني وأنام عليها. أنام عليها ما أحلى نعمة في الوجود كله. كله. بنتي. رودي. مهما قالوا ومهما هيقولوا انت بنت عمري، بنتي انا يا رودي وحبيبتي، بنتي وبس، بنتي، بنت سيف العزازي. يا أخي الغريب، إنك بتتكلم زي الأبهات بالظبط، والأغرب إني كنت متأكد إني لما أقابلك مش هرتاح غير لما أقتلك بإيدي، بس حسيت إن لو ده حصل بإيد رودي هيبقى أحلى. رودي، رودي حبيبتي، قدامك حل من الاتنين، يا تقتلي أنكل سيف يا هتموتي بإيد خطاب. اقتليني يا رودي، اقتليني. يا راجل، انت متخيل ان بق الاستعطاف اللي انت بتقوله ده ممكن يخليك تصاب عليها؟ خصوصا بعد ما انت بنفسك بلغتها انها بنت حرام وانك مش ابوها. أنا قلت لك يا رودي يا تقتليه يا هتموتي بيد خطاب. بس مش عارف ليه عايزك تمشي. عايزك تمشي عشان أنا عايزك تمشي عشان تدوري على ابوك الحقيقي.